بشرى بأصلع. بيقول الناس اللي بيقولوا بشرى ما بيشفي. والله العظيم والله العظيم بالنسبة للناس اللي بيقولوا شيخ بشرى ده ما بعالج. وفي المنطقة دي أنا شف أنا عالجت 3 مليون نفر. عليك الله أرجعوا للمقطع كلامي ده كله تلقوا. والله أنا في هذا الميدان عالجت أكثر من 3 مليون نفر. الله أكبر. 3 مليون نفر. الله أكبر. 3 مليون. وأنا عالجت 10 حالات مستعصية. أنا بقول لك 10 من الحالات اللي عالجتها يعني أصعب حالات. الزول ده أول شيء ينسب الفضل إلى نفسي. عالجت أنا عالجت. والله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو شنو يشفين. وده يقود الناس لأنه يعتقدوا في الزول ده ولا ما بيعتقدوا فيه؟ يعتقدوا فيه. فده من المحظورات في أمر الرقية. الزول اللي بيفتح الباب على مصراعي أن يعتقد فيه. ورب العزة والجلال قال عن المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي سببا لكفرهم. أنت يا أخ ما تبقى طاغوت تدعو الناس إلى عبادتك وإن لم تسمها عبادة، تدعو الناس إلى الاعتقاد فيك وإن لم تسمي اعتقادا، تدعو الناس إلى تعظيمك وتثني على نفسك. ورب العزة والجلال يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. 2 من فتن من الفتن والمحظورات فتح باب المال. اتخذ القرآن تجارة وسيلة للكسب ويفتح الباب على مصراعيه. قال لك ضبحوا 32 خروف والدوني قال 4 أكياس تقريبا، قال تقريبا باكل فيها قال شهر أكياس بتاعت لحم والله الذي لا إله غيره. عميانة في محطة 2 دي لما فتحت أبوها ضابح 32 خروف، ضبح 32 خروف لأنه كان عمدة. أي زول من أصحابه جاب خروف يعني يمكن مديني 4 أكياس بتاعت لحم أنا باكل فيها شهر كامل. الفتنة الثالثة يا جماعة والمصيبة الثالثة والمحذور الثالث والبشرى واقع فيه والآن فتنة النساء. نسوان ملمومات حولك ويعتقدن فيك. يا اخي ده بيقرا المرأة قال اقرا كذي ويجيب الميكروفونات. المرأة تدردق قدامه وتقع ويمسك واحدة لقيته في تسجيل ماسكها من يده ورافع يده، ده بشرى ده ذاته، ده دين يدان لله تعالى به. رافع لابسة البيت لابسة بنفسجي ولا شنو ماسكها من يده شابة والجماعة يزغرتوا يقول لهم لا زغروتة قوية لله. ووك الجماعة يزغر ووك زغرتا زغروتة لله لله سبحانه. بتقرب لله بالزغاريت وماسكة من يدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني والبيهقي والذهبي في الكبائر وفي صحيح الجامع للألباني من رواية معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما بجوز تمسها بكل أنواع المس ما إلا الجماع، بكل أنواع المس. لأنه في مختصر الكبائر صاحب المختصر قال فليتق الله أقوام يقولون إنما الأعمال بالنيات، يعني نيتنا طيبة. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر الناس نية وسريرة، ومع هذا يقول في مسند الإمام أحمد إني لا أصافح النساء يدي لا تمس يد شنو النساء. وبشر الآن يمسك يد المرأة ويرفعها ونساوين قاعدات جمع. فدي 3 أشياء، التعظيم وهو يعظم نفسه لما ترغي ويا الله يكتب الشفاء وانت ما علقتهم بالله وما قلت لهم شوف الشفاء ده بيد الله ما بيدي انا. الناس بيعتقدوا فيك وهو يوصل لهذا الامر انا بعالج. هذه واحده من ضحايا بشرى اللي بتصرخ دي من ضحايا بشرى. طيب طيب
قال اي لو بقيت اخته ولا غيره في النهايه جيب لنا بشرى ذات الناظر. طيب جيبوا بشرى هنا دي نردم لك بشرى ذاته انت. نحن النساء ممن ناظرين او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين. صوتك ده ما مبين لنا نحن بتلخبطيها زي. جيب لنا بشرى ده اللي بتبجح ويتعاظم وكذا نردم هنا دي في المكان ده.